استضافت القاهرة فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والسياسيين والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم وتقوم السياسة الثقافية في مصر على تكريس قيم التسامح والتنوع وقبول الآخر وهو ما انعكس في رؤية مصر 2030 تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي ياتي انعقاد المنتدى العالمي الثالث لثقافه السلام العادل بالقاهره وياتي المنتدى بالشراكه بين المجلس الاعلى للثقافه بوزاره الثقافه ومؤسسه عبد العزيز سعود البابطين الثقافيه بدوله الكويت الشقيقه لا يمكن ان تكون هناك تنميه ما لم يكن هناك سلام صحيح ابدا واليوم اي مناخ لم يكن فيه امن وسلام لا يصلح ان يكون مناخ استثماري والتنميه هي الاستثمار فنتمنى ان شاء الله فعلا انه يكون فيه بيئه مناسبه وصالحه للتنميه والسلام ان شاء الله. فعاليات المنتدى ممتده على مدى ثلاثه ايام يحضرها نخبه من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء بمشاركه واسعه للفيف من المفكرين والمثقفين والاعلاميين من شتى دول العالم. التنميه هي ما يامله كل كل مواطن في كل بلداننا العربيه. ولكن لا يمكن ان ان يتحقق التنميه اذا لم يكن هناك من سلام، وبالتالي هذا السلام لا يمكن ان يكون مستمرا اذا لم يكن عادلا. فبالتالي كل ما هذه العمليه يجب ان يكون كلها متسقه عمل مشترك من اجل ان يتحقق ما يصبو اليه المواطن العربي في انه هناك دول تقوم وتحترمه في حاضره ومستقبله. ان مصر هي قلب الوطن العربي. وتعد مركزا ثقافيا ومركزا تجاريا ومركزا فكريا حتى قبل عشر سنوات لجميع قادة الدول عائلات أجدادهم كانوا يتلقون التعليم في هذا البلد لذا فإن كانت مصر قوية اقتصاديا وسياسيا لن يكون مفيدا للمصريين فقط سيكون ذلك مفيدا لجميع العرب وجميع المسلمين وهذا ما أؤمن به ويشهد المنتدى ست جلسات حوارية تدور حول السلام العادل وقضايا التنمية والمشاركة الشعبية والسلام والتنمية المؤسسية بنأمل أنه الجلسات والحوارات التي في هذا المنتدى يكون لها دور بالخروج مجموعة من التوصيات يمكن أن تسهم أو تساعد على الأقل أو تلقي الضوء على ما هي أفضل السبل والبدائل التي يمكن أن نعمل جميعا عليها على الأقل على مستوى الوطن العربي إحنا لدينا مشاركات الحياة كبيرة من الوطن وأيضا على المستوى الإقليمي لكي نصل إلى هذا الهدف الأسمى متمثلا في السلام جلسات المنتدى تتطرق كذلك إلى مفهوم الدولة الوطنية وقضايا الصحة والتعليم والعمران وغيرها من القضايا والموضوعات ذات الصلة